السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ماي هاوس تي في. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم صوبت هذا الكيك اللي هشيش وصحي واقتصادي، وبغيت نشاركه معكم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي دير سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، واللي متابعني يدير لي جيم وكومونتيرات باش تشجعوني ونزيد نعطيكم المزيد ان شاء الله. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، كيف ما كتشوفوا معايا كنحتاجوا 4 ديال البيضات، وكنحتاجوا كاس ديال نص كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الدقيق، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال الشوفان، ومعلقه ديال الكاكاو، قبيصه ديال الملح، وثلاثه ديال الخمارات. على بركه الله نبداو في طريقه التحضير. كناخذوا البيض كيف ما كتلاحظوا معايا وكنديروه في الاناء، ومن بعد غادي نطربوا مزيان البيض ديالنا على هذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، ونضيفوا عليه نصف كاس ديال سنيده. انا درت نصف كاس سنيده على حساب واللي كيبغي الحلاوه بزايد يدير اكثر. انا درت نصف كاس حيت غادي ندير عليه واحد لاصوص على الكيك، داكشي علاش داك لاصوص راه حلو. وغادي نطربوا مزيان حتى ينسجموا لينا المكونات، ونضيفوا عليهم كاس ديال الزيت نباتيه، ومن بعد نضيفوا كاس ديال الحليب. كنديروا السوائل كاملين، وعاد من بعد نديروا النواشف. كنضيفوا الكاس ديال الحليب وكنطربوا مزيان، وكنضيفوا عليه كاس ديال الشوفان. بالنسبه للشوفان كيعجبني بزاف في الكيك، كيجي زوين وكيجي بها هشيشه وكيجي فيها مذاق رائع. كنتمنى انكم تجربوا هذا الكيكه بالشوفان وتردوا عليا في لي كومونتير كيف جاتكم. من بعد صافي، من خلطنا كاع السوائل غادي نضيفوا النواشف كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نسجموا غادي نخلطوا الخليط كامل حتى ينسجموا لينا ويولي لنا قوام ديال الكيك، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش سائل بزاف. غادي نضيفوا من بعد ملعقه كبيره تقريبا ديال الكاكاو المر، اختياري، ماشي ضروري ديرو اللي ما كيبغيش مذاق ديال الكاكاو ما يديروش. وكنضيفوا عليها الدقيق على حسب الخليط، على حسب نوعيه الدقيق واش كيشرب واش ما كيشربش، حتى كيولي لنا قوام اللي ديال الكيك مناسب للكيك، يعني يكون ميزانكم. ومن بعد غادي نضيفوا ثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات ايديال. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا.
وكن نصبوه في المول ديالنا بعد ما دهلناه بالزبدة ورشيناه بالطحين، وكنديروه على نار مهيلة في الفرن. انا كنديروه في الفرن يكون بارد مدة ديال 30 دقيقة. ودابا غادي نحضروا لاصوص ديالنا. غادي نحتاجوا نصف كأس ديال الحليب يكون بارد، ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو، وجوج معالق ديال النشا. كنخلطوا النواشف كاملين مزيان، وكنحركوهم مزيان حتى كيدوبوا باش ما يتحبوش لينا فوق النار كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنضيفوا عليهم نصف كأس ديال السنيدة، وكنزيدوا عليهم معلقه ديال الزبده، وكنردوهم على النار مهيله حتى كيبدا يقصح لينا الخليط، وكيولي على شكل صوص شوكولا، كيكون قاصح شي شويه كيف ما غادي تلاحظوا معايا. وخليكم معايا تشوفوا النتيجه. وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، كنخليها حتى كتبرد مزيان. وهذا هو الشكل ديال لاصوص ديالنا كما كتلاحظوا معايا، كيجي بنين بزاف ورائع. من بعد ما كتبرد لينا الكيك ديالنا، كناخذوا سكين او لا اي حاجه وكنثقبوها بهذا الشكل هذا باش كتشرب داك لاصوص اللي غادي نكبوا عليها من الفوق كامله. كنديروا فيها واحد الثقوب باش من نصبوا عليها لاصوص ديالنا تشربوا مزيان ويدخل ليها لداخل، وتجي رطبه وهشيشه، وتجي فيها مذاق ديال الشوكولا كيف ما كتلاحظوا معايا. كنصبوا عليها كاع داك لاصوص اللي عندنا، القوام ديالو كيجي ثقيل شي شويه. ومن بعد غادي نزينها باللوز ايفيلي كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نرش عليها كاع كلها، ما نخليها شي حاجه كتبان ديال لاصوص، وردها للفرن واحد المده ديال 3 ديال الدقائق على ما يتحمر ليا داك اللوز ويجي مقرمش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. Thank you.